السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي ومتابعيني الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم في أول فيديو في قناة المختبر السياسي. كما هو معروف على أن أول فيديو كيبغي ليه مجموعة من اللوجيستيك ومجموعة من الاختبارات باش أنك تبدأ أول فيديو في القناة. وردتني مجموعة من الأسئلة والطلبات بأنه ندير فيديو نتكلم على الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب، وكذلك نتحدث على مجموعة من الأمور اللي كتشهدها الساحة السياسية وكذلك على المستوى الوطني. أول حاجة، أول سؤال كانت تطرح هو علاش سميت القناة ديالي بالمختبر السياسي، اللي هو معروف على أن مجموعة من القنوات كتقوم بفيديوهات أو بتحاليل على المستوى السياسي. التحاليل ربما هي تعتمد فقط على أدوات التحليل وكذلك والوسائل العلمية باش أنك تتحلل واحد الموضوع واحد الفكرة على المستوى السياسي، كما هو معروف على مستوى العلوم السياسية. لكن أنا علاش سميتها المختبر السياسي؟ وأنا فقط ما أعطوش تحليلات، أن نخرج من ميدان التحليل إلى ميدان محاولة استشراف المستقبل من خلال هذا التحليل، وفقط ما نقومش بالتحليل، نحلله وندير واحد السيناريوهات باش أننا نعرفوا الخطوات المستقبلية. أنا ميدان السياسة كما قرينا في العلوم السياسية، أن دائما كلمة العلم ارتبطت بأصحاب الوزارة البيضاء وبالمختبرات العلمية، كذلك كلمة مختبر عند مجموعة من الناس متعلقة فقط بالمختبرات، مثلا مختبرات صناعة الأدوية، مختبرات التحاليل الطبية. مازال ما عندناش ثقافة ديال أننا نعرفوا بأنه على مستوى بعض الدراسات النظرية تكون عندنا مختبرات، مثلا مختبرات للهجرة، مختبرات للسياسة، مختبرات للاقتصاد، يعني عندنا مختبرات أخرى من غير مختبرات على المجال في المجال العلمي. احنا غنقبطو فكرة نظرية سلوك معين، غنديرو ليه تحليل وفي إطاره غنديرو واحد استشراف للمستقبل من خلال الوسائل التحليل وكذلك من خلال الوسائل البيداغوجية، مش أننا نوصلوا لواحد المستوى من خلال واحد منهجية علمية أكاديمية محضة بدون تحيز، رغم أنه نحاول نكون موضوعيين إلى أنه في الميدان السياسي صعب أن تكون موضوعي نظرا لأنه مجموعة من العوامل كتأثر. ممكنش لك تكون محايد، ولكن كتحاول تكون محايد رغم انك منحاز للوطن. هذه اللي كيمتاز بها هذه الفكره السائده في الغالب، انه يستحيل انك تكون موضوعي في القضايا السياسيه وفي ميدان علوم السياسه بصفه عامه. الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب كان يمكن اعتباره بخطاب تاريخي. لماذا؟ حيث هذا الخطاب ليس امتداد لخطاب العرش، وهذا الخطاب هذا أول مرة قد يكون بواحد الصيغة ديال تحذير الجبهة الداخلية من مؤامرات خارجية. هو كما تعودنا في الخطاب الملكية دائما موجهة لمحاولة إصلاح الداخل، موجهة رسالة اليد الممدودة إلى الخارج، موجهة كذلك للنظر أو تطرق لمسائل التنمية الداخلية. لكن أول مرة إلى جانب هاد النقاط هذه اللي ذكرنا، كنلقاو أن الملك يندد بهجمة مدروسة.
هاد الهجمة هادي ما يمكنش لينا نقولوا على انه جات حتى جونفي جويي او ديسمبر او جويي باش انا تبان. هاد الهجمة هادي ضد المغرب بدات البوادر ديالها كتبان من اكتوبر الماضي. من اكتوبر الماضي لاحظنا بان تحرك البوليزاريو في القرقارات كان مدروس وبأوامر من نظام الكبرانات في الجزائر. ثاني حاجة هو من بعد تحرير القرقارات لاحظنا على أن مجموعة من المنظمات ومجموعة من الدول اللي ما عندهاش صالح في استقرار المغرب بدات كدير واحد التحركات اللي مشبوهة، وبدينا كنلاحظوا هاد التحركات المشبوهة إلى أنه ما وليناش اهتمام لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى السياسي ولا كذلك على المستوى الدبلوماسي. الجزائر مشات في الخطاب ديالها العدواني بواحد الشكل غريب، يعني بعد تحرير القرقارات الجزائر ولا عندها انفعال غريب. مادام تقول الجزائر على انها طرف محايد في النزاع، فلماذا كل هذا الانفعال ولماذا كل هذا خطاب الكراهية ولماذا كل هذا الانزعاج؟ يعني ما دمتش تقول ان الامر في الامم المتحده، خلي الامم المتحده هي اللي تندد، خلي الامم المتحده هي اللي تهضر، ماشي الجزائر، لان الجزائر ليست وكيل على هذا الملف. هذه نقطه. في مارس الماضي ولينا كنلاحظوا واحد التحركات غريبه على المستوى الالكتروني، على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك تحركات لمنظمات حقوق الانسان، يعني تحركات اللي مشبوهه هي كانت بوادر المؤامرة ضد المغرب. وهاد المنظمات ديال حقوق الإنسان هي أصلا منظمات مأجورة. سبق لي وقلت في مجموعة من المحطات على أن هاد المنظمات هذه اللي كتعرف نفسها أنها غير ربحية، إلا لاحظنا النفقات ديالها والمداخل ديالها يعني شيء غريب، من أين لهم هذا؟ يعني هنا كتبان علاقات الزبونية بين هاد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وما بين هاد الدول الإمبريالية، هاد الدول الأوروبية اللي مازال عندها واحد الفكر كولونيالي امبريالي محض، دائما تسعى الى اضعاف دول الجنوب من خلال منظمات حقوق الانسان. فلماذا هذه المنظمات حقوق الانسان مثلا ما كتحدثش على حاليا على الوضع ديال محمد عبد الله في اسبانيا اللي تم تسليمه للجزائر؟ واش هو ماشي لاجئ؟ واش ما كيشملوش القانون الدولي الانساني؟ يعني هاد المنظمات هادي ما تحددش. يعني هنا ولينا كنشوفوا على ان العلاقات الزبونيه تعطي الاكل ديالها ما بين هاد المنظمات وما بين هاد الدول. هاد الدول هادي استخدمت هاد المنظمات هادي في معاداه المغرب وفي توجيه الاتهامات الباطله ضد المغرب، واخرها كنا شفنا هاد القضيه ديال بيغاسوس. في مارس الماضي لاحظنا تحركات كذلك جزائريه تتحدث على هاد الامر، والامر لا يعدو ان يكون سوزئ به في ذلك الوقت، لأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد فقاعة إعلامية لا غير. الحين خرج بالحيمر فاش تحدث على كاين هجمات سيبرانية ضد الجزائر، وأن الجزائر سترد بوسائلها العصرية، يعني العصرية يعني استخدم هذا المصطلح، وانا كنعرفوا هاد الناس فين كاينين وانا غادي نتصدوا ليهم. يعني هنا من فين بدينا كنشوفوا على انه كانت مؤامره، ولكن حتى واحد ما انتبه. حتى في الخطاب كان هناك تنسيق الماني جزائري ضد المغرب. الجزائر التي تتبجح بالعروبه وبالاسلام وبمجموعه من الامور غادي نتطرقوا ليها من بعد، غنفهموا كيفاش الطريقه ديال التفكير ديال هذا النظام هذا. ومشاو في نفس الوقت لاحظنا على ان امنيستي ولات عندها واحد التصرفات غريبه تجاه المغرب، ولينا كنلاحظوا على ان كانك الى قريت الامنيستي كان المغرب ولا هو كوريا الشماليه. يعني ولينا كنلاحظوا على ان كاين تقارير، كاين خرجات اعلاميه وانزلاقات، يعني ما بقيناش على مستوى التقارير الاعلاميه ولكن ولينا على مستوى الانزلاق. ولينا كنلاحظوا على ان هذه المنظمات ولات كتمشي في التعبير ديالها وفي التقارير ديالها على يعني مستوى الانزلاق الخطير في اتجاه معاداه المغرب. يعني في اين هو الحياد في هذه المساله؟ نرجع مره اخرى،
كلاحظوا على انه في ماي اواخر ماي بدات تحركات غريبه جدا كتقول بان المغرب يستخدم اليات وبرامج للتجسس اللي غتخرج به فور بايدن ستوريز. المغرب من جهته اول مره ما كيبقاش حامي الراس، ولكن كياخد موقع الهجوم، يعني ليس الهجوم اللفظي كما كيديروا شي دول، ولكن يمشى الى الهجوم القضائي. انت قلتي بانني انا كنتجسس، اعطيني دلائل. المحكمه مهلتهم 10 ايام باش يجيبوا دلائل، ما كانش هناك اي دليل يورط المغرب لانه يتجسس. بالتالي ولات هو معالم المؤامره واضحه. رجعوا شي شويه للور الى مساله بن بطوش. بن بطوش هذه المساله بانت في افريل او ماي. اسبانيا استقبلت مجرم مطلوب عندها، مجرم حرب، في حين اننا كنلاحظوا على انها اليوم سلمت محمد عبد الله. استقبلت بن بطوش لاسباب انسانيه، وشنو هو السبب اللي خلاه تسلم محمد عبد الله الدركي الجزائري؟ يعني هنا كنوليو في هذا الامر هذا، يعني كان شيء ما يخطط في اثناء وجود بن بطوش في اسبانيا. هذا ما كان يخطط هو بمعية اسبانيا جزائرية ضد المغرب، لكن المغرب انتبه لهذه الخطة هذه، وكان الهجوم المغربي بدلائل على ان ابراهيم غالي دخل اسبانيا بجواز سفر اسم محمد بن بطوش جزائري من مواليد وهران. هو ابراهيم غالي المجرم المطلوب لدى العدل الاسباني، ودخل بجواز سفر مزور الى اسبانيا. يعني السيد عنده جنايات حرب، جنايات قتل وتعذيب، وعنده جنايات وعنده جريمة الدخول إلى البلاد بجواز سفر مزور. لكن إسبانيا تغضت الطرف على كل هذا، قالت لأسباب إنسانية. المغرب حتى إسبانيا ما حناش الراس، واتجه معها إلى قطع العلاقات. يعني هاد المؤامرة، هاد خيوط المؤامرة هادي كانت واضحة. هاد الدول هادي من بعد ولات كتتجه إلى مع المغرب في منطق الأستاذ والتلميذ، يعني خوفا على مصالحها الاقتصادية وخوفا على الامتيازات اللي عندها في المغرب، ولات كتتجه إلى محاولة للضغط على المغرب من خلال مجموعة من الوسائل، أهمها الاقتصادية والسياسية. بعد ما سقطت من يديها جميع الوسائل الدبلوماسية، أول مرة في العالم العربي ربما الفاعل الشعبي تيقول للفاعل السياسي إن البلاد تتعرض لمؤامرة. هنا فين كيتبان الاختلاف ما بين النظام في المغرب وبعض الأنظمة العربية. بعض الأنظمة العربية كتستخدم شماعة العدو الخارجي، كتستخدم شماعة مسألة أن البلاد تتعرض إلى مؤامرات خارجية باش أنها تضبط الداخل. المغرب كان العكس، أن الشعب، أن الفاعل الشعبي ولا كيحذر الفاعل السياسي من أن هناك وجود مؤامرة. ولات الأمور مكشفة لدرجة أن الفاعل الشعبي اللي ربما هو أقل علم وأقل معرفة على المستوى السياسي ولا كذلك على مستوى المعطيات، يعني انسان مواطن عادي ربما ما عندوش جميع المعطيات، لكن كان وصلت ليه الفكره على ان المملكه تتعرض للهجوم، ان المملكه تتعرض لمؤامرات. الخطاب الملكي تطرق الى هذا الامر وقال بان نتعرض الى مؤامرات، لكن هذه المؤامرات ما سماش غير الدول الاوروبيه بوحدها، ولكن اشار كذلك الى الجزائر عندما تحدث عن أعداء الوحدة الترابية. واللي معروف على أن عدو الوحدة الترابية رقم واحد في العالم هو الجزائر. فهذا الخطاب هذا
مشى، إن عرفنا ربما وصلت الرسالة، عقنا بكم، ولكن لصالح شعوبنا أجي نبدأ صفحة جديدة لصالح الشعوب. بغيتش نبداو صفحة جديدة؟ مرحبا. لصالح الشعوب ما بغيتوش؟ حنا ما عندناش ما نديرو بيكم، حنا عندنا شركاء، انا وما حنا ما كنحطوش اصلا البيض ديالنا كله في سلة واحدة، عندنا شركاء اخرين. يعني الا بغيتو تعكسوا نتوما في اتجاه، حنا نتعكسوا معاكم في اتجاهات اخرى. يعني الخطاب كان واضح. هذا الخطاب هذا كذلك كان ربما امتداد لخطاب العرش. خطاب العرش كان تطرق فقط الى الجزائر. الجزائر انتوما قلتوا انه حنا اللي عندنا مشكل معاكم، تفضلوا مرحبا طاولة المفاوضات. انتوما قلتوا بان المغرب كيعاديكم، مرحبا ها طاولة المفاوضات. حنا ما كان عادي واحد، قلتوا حنا كان عاديكم قبل عامين. الملك اعلى سلطة في البلاد، عليكم على اليد الممدودة. من بعد عامين يعني في 2021 كيرجع مرة اخرى تيقول لكم ها اليد الممدودة. لكن الجزائر تصر على البقاء بمنطق العقول المسدودة، ما بغاش تقبل فكرة أن المغرب يريد فتح الحدود لصالح الشعوب. للأسف قرئ خطاب العرش في الجزائر على أنه خطاب استسلام، الملك يستسلم للجزائر، أن هذا خطاب استسلام، وأن المغرب له مطامح أخرى وله أطماع وله وله وله. وبدينا كنشوفو الاتهامات والسب والشتم، بمعنى أن الملك استسلم للجزائر. لكن خطاب ثورة الملك والشعب هو ربما أوصل الرسالة، ما عندنا ما نديرو بيكم، انتم أصلا والو، احنا ما عندنا ما نديرو بيكم. يعني احنا عندنا علاقاتنا وما كنحطوش بيضنا كله في سلة واحدة، وحتى من الدول اللي كانت كتضغط علينا غادي نمدو ليهم اليد وغادي تقبلها. وفعلا ما كايناش 24 ساعة، وربما ما كاينش حتى نص ساعة على بعد الخطاب، كنلاحظوا على أن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا كيقول ربما هاد الأزمة جات باش تصحح مسار العلاقات المغربية الإسبانية، وأننا كنطمحوا إلى بناء علاقات أفضل من الماضي. شنو معنى هذا الخطاب؟ هذا الخطاب معنيته على أن إسبانيا فهمت خطاب العرش، وأن مصلحة الشعب الإسباني في العلاقات الجيدة مع المغرب، في حين أن الجزائريين استخدموا خطاب العرش باش أنهم يهاجموا المغرب، في حين أن الإسبان استخدموا خطاب ثورة الملك والشعب باعتبار اليد الممدودة، وأنه لصالح الشعبين أنها تكون علاقات طيبة ما بين المغرب وإسبانيا. الجزائريين مستعدين على أنهم يخسروا بلادهم ويخسروا سيادتهم ويخسروا فلوسهم ويخسروا شعبهم من أجل معاداة المغرب، في حين أن إسبانيا بمجرد توقيف عملية مرحبا تضررت، ولو ماشي بشكل كبير، إلى أنها فهمت على أن عملية مرحبا فيها خير لإسبانيا، على أن حقوق الشعوب كتضيع في العلاقات المقطوعة، على أن المصالح ديالنا كتأثر. بالتالي هنا استوعبت إسبانيا الدرس في حين لم تستوعبه الجزائر. هذا هو الفرق، لأن الإسبان أثبتوا على أنهم بشر، وأثبتوا على أنهم عندهم العقل وعندهم وكيفكر، بينما الجزائر ما عندها حتى شي مشروع في الحياة، وما عندها حتى شي مشروع في هذا، وما كتبنيش مستقبل، وما عندها حتى شي فكرة كيفاش انها تكون دولة متقدمة الا من خلال نظرية بيسمارك، على انه باش تكون الجزائر قوة يجب على المحيط ديالها يكون ضعيف. وبما ان تونس اصلا دولة صغيرة وجيشها صغير، ليبيا خربتها الحرب، نيجر ومالي دول فاشلة، موريتانيا دولة نسبيا ضعيفة، فبقى في الجوار ديالها دولة واحدة اللي قوية اللي هي المغرب، وكتطمح إلى إضعاف المغرب باش تكون الجزائر هي القوة الإقليمية المنشودة. خطاب العرش أشار إلى أن تحديات القرن 21
راه ما بقاش في هذه المساله ديال قوه اقليميه. راه الا كان محيطك ضعيف راه حتى انت غتولي دوله فاشله. والجزائر بالمقومات وبالمعطيات اللي عندها الا اصبحت هي القوه الوحيده غتولي فاشله بحال مالي وبحال النيجر، ربما افشل اكثر من مالي. منات القرن 21 فيه تحديات كثيره، منها الارهاب، منها الهجره، منها الامن الغذائي، منها الامن المائي. حنا كنشوفوا الجزائر حاليا ما عندهاش حتى مقومات، ابسط مقومات العيش الكريم ما كايناش فيها، الماء، الحليب، السميد، البطاطا، السيوله، وزيد 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 وزيد. يعني الملك لما مد اليد الممدوده في خطاب العرش اللي ما تقبلوهاش الجزائريين وما استصغوهاش، فهو مدها من اجل التكتل، لان تحديات القرن 21 كتبغي التكتل، كتبغي الوحده، على غرار مجلس التعاون الخليجي، على غرار الاتحاد الاوروبي. اجيو مدو يدينا في كل المشاكل ديالنا، نبنيو اتحاد مغرب عربي كبير باش اننا نواجهو هاد التحديات. لكن العقليه ديال الحكام المراديه مازال مريضه ومتاثره بخطابات الستينات والخمسينات، ما تقبلوش الخطاب، اعتبروه ضعف، بداو يصنعوا ازمات داخليه ويرميو الشمع على المغرب. شفنا الحرائق، شفنا انهم مشاو بعيد، انهم شي حوايج اللي ما كتدخلش للعقل. شفناها بانه مجرد تصريح كرد على العمامره، واللي ولا النظام الجزائري يتهم المغرب بانه يدعم الماك، انه يدعم رشاد، انه يريد تشتيت الجزائر، ان هذا فقط من اجل تقويه الجبهه الداخليه، اجل وقف الحراك اللي اصبح كيضيق على النظام في الجزائر، اصبح كيضيق كذلك على الطغمه الحاكمه في المعسكرات. يعني هما باش إلهي وهاد الناس اللي كيقول لك مدنيه ماشي عسكريه، رد البال، راه المغرب راه كيدعم لينا الماك، كيدعم لينا رشاد، راه الا خرجتي ضدنا انت راك معاهم، وراه غتقسم البلاد وغنولي وغنولي. يعني هذا هو الخطاب اللي كاين. يعني راه حنا عندنا عدو واحد اللي هو المغرب، راه مشى جاب اسرائيليين، راهم حطوا لينا في الحدود ديالنا، راه غادي يهاجمونا. طونسيون، تقولوا مدنيه ماشي عسكريه، خليونا حنايا حتى نشوفوا هاد القضيه فين تخرج. صافي والامر هكا كيفاش غاديه. يعني التفكير مجرد تفكير فارغ، وحتى الاتهامات اللي اوكيل تم توجيهها للمغرب هي اتهامات باطله لا اساس لها من الصحه، والدليل على انه لا دليل على هذه الاتهامات كامله، لا على الحرائق، لا على مقتل جمال بن اسماعيل، ولا على الامور كامله. في حين ان الاوروبيين استوعبوا الدرس وبداو كيحاولوا ما امكن يتقربوا للمغرب، لان مصالحهم مع المغرب تقدموها على اي حاجه اخرى. هذه نقطه. نقطه اخرى، الجزائر كتحاول استماله الاوروبيين بالعاطفه. الميدان السياسي ما فيهش العاطفة. في كثير من المحطات كنت سبق ليا قلت بأن الميدان السياسي ما فيهش صاحبي، ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم، ولكن هناك مصلحة دائمة. في الميدان السياسي كاين مصالحي ثم مصالحي ثم مصالحي ثم مصالحك إلى فيها مصالحي. يعني راه ما كاينش صديق دائم، وما كاينش حليف دائم، وما كاينش شريك دائم. هما أصدقاء مصالحهم، شركاء مصالحهم، حلفاء مصالحهم. هذه البراغماتية السياسية اللي كاينة، وخصوصا الأوروبيين والأمريكيين هذا هو المنطق ديالهم في التفكير. ولا زمن الاتحاد السوفيتي اللي كان كيدعم الدول من أجل فقط اعتناق الفكر الشيوعي. حنا دابا ولينا في واحد العالم اللي ما كيعترفش بالفكرة ديالك، ما كيعترفش بنظامك، ما كيعترفش بدينك، كيعترف بمصالحه عندك. فإذا كانت مصالحه عندك راه هو صديقك، ما فيكش مصالح ما عنده ما يدير بيك. يعني هنا فين كاين الفرق ما بين المغرب والجزائر في هذه النقطة. المغرب خدها بميدان براغماتية، توغل في إفريقيا، كيعامل الأوروبيين بالنب، ما كيحطش البيض ديالو في سلة واحدة، عنده شركاء متعددين،
يحاول ما أمكن على أنه يلعب واحد الدور دولي إقليمي متوازن، أنه يحافظ على احترام الدول الأخرى. هادشي ما متوفرش في الدولة الجزائرية. بالنسبة لقضية محمد عبد الله الدركي الجزائري الهارب إلى إسبانيا، تم تسليمه إلى الجزائر. مش أول مرة الجزائر تهرب مجرمين وتسلم أبرياء. فمحمد عبد الله حسب القانون الدولي هو لاجئ سياسي. يعني شنو معنية لاجئ سياسي؟ لاجئ سياسي هو واحد الشخص ما بقاش بغى يخلي السلامة ديالو في الدولة ديالو، كيهرب لدولة أخرى من أجل الحماية الشخصية ديالو، لأنه ما كيتقش في الدولة ديالو، ربما أسباب سياسية، أسباب عرقية، أسباب لغوية، أسباب تعددت الأسباب. لكن القانون الدولي كيحمي هذه الفئة، وكاين هنا كاين قانون دولي إنساني هو كيحمي هذه الفئة، رغم أنه ما فارش من الحرب إلى أن القانون الدولي الإنساني كيشمل هاد الناس. إسبانيا هربت من بطوش، وهربت شي مدير مخابرات في أمريكا اللاتينية متهم في قضايا كبيرة، منها قضايا حرب، جرائم حرب، وهربتهم إسبانيا، في حين أنها سلمت مجموعة من المعارضين الجزائريين إلى الجزائر. هاد التسليم لا محمد عبد الله ولا المعارضين اللي سبقوه هو كيجي من خلال صفقات بين الجزائر وإسبانيا. النفط ليس مقابل الغذاء، النفط والغاز مقابل معارضين. وما كنظنش على أن هذا الامر هذا غادي يتوقف هنا، انه كنظن على انه تكون عنده تبعات قضائيه مستقبلا. رجعوا للمساله ديال المنظمات الحقوقيه، علاش المنظمات الحقوقيه ما تكلمتش على محمد عبد الله؟ علاش ما تكلمتش على المعارضين اللي تم تسليمهم الى دولهم؟ لان الى تحدثت هذه المنظمات على هاد الاشخاص غتفقد الموارد المالية. هنا كتضح علينا على أن هاد العلاقة ما بين هاد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مع هذه الدول الإمبريالية اللي مازال عندها عقدة الاستعمار هي علاقة زبونية. يعني هاد المنظمات هذه مستحيل على أنها تتكلم على هاد الأمر هذا، رغم أنه خرق صارح واضح لحقوق الإنسان. ما دامت الدول الأوروبية كتكلم على حقوق الإنسان وعلى المعاهدات الدولية والمواثيق الدولية ومجموعة من الأمور، فلماذا ما تتكلمش في هذا الوقت هذا بالضبط على هاد الناس اللي كيتم تسليمهم إلى دولهم يقدروا يواجهوا عقوبة الإعدام؟ ليس فقط السجن، الإعدام. وفيما إذا تم إعدام محمد عبد الله نقدروا نشاهدوا بأنها غتكون تبعات خطيرة جدا على إسبانيا. هاد الافعال هذه اللي قامت بها اسبانيا ردات الى الواجهه مجموعه من المنظمات والاحزاب خاصه الفرنسيه اللي كتحدث على الانتقال الديمقراطي في اسبانيا، ولينا كنشوفوا اليمين الفرنسي كيتحدث على انه يجب الخروج من الاتحاد الاوروبي، لان الاتحاد الاوروبي يضم دوله لا زالت في طور الانتقال الديمقراطي، في طور الانتقال الديمقراطي، دولة غير ديمقراطية ما زالش في طور الانتقال الديمقراطي، وأنها في الاتحاد الأوروبي. كيفاش حنا راسخين في الديمقراطية ونجلسوا معهم في الطاولة، نجلسوا معهم في البرلمان الأوروبي، في المفوضية، في مجموعة من المنظمات تابعة للاتحاد الأوروبي؟ كيفاش يعني هما كيتعادوا مع دول اللي ربما هي ديمقراطية أكثر منهم؟ هذا هو الخطاب اللي ولا طالع في الاتحاد الاوروبي ضد اسبانيا. اسبانيا مازال ما استوعبتش الدرس وباقي كدير في نفس الافعال. بالتالي هنايا نقدروا نشوفوا عاود ثاني مره اخرى خطاب
من داخل الاتحاد الأوروبي يستنكر هذا الفعل الإسباني، ونقدروا نشوفوا كذلك تبعات قانونية على مستوى المحاكم الدولية أو محكمة العدل الأوروبية ضد إسبانيا. كذلك هذه منظمة حقوق الإنسان غتبقى هاد التسليمات وهاد التبريرات اللي كديرها منظمة حقوق الإنسان في علاقتها الزبونية مع الدول الأوروبية خاصة والدول الغنية بصفة عامة، وصمت عار في جميع هذه المنظمات الدولية. بالنسبة للمساعدات المغربية المتجهة إلى الجزائر، لماذا الجزائر رفضت هذه المساعدات؟ يعني الجزائر رفضت هذه المساعدات مجموعة من المعطيات اللي كتشير على أن الجزائر هي ضارعة أصلا في حرائق الغابات. فمثلا اليوم خرج فيديو كيتكلم على أنه ضبط حراس الغابة كيشعلوا النار في غابات شمال الجزائر. يعني حراس الغابة اللي خصهم هما يخمدوا النيران هما نفسهم اللي كيشعلوها. ثاني حاجة هو واحد الفيديو ربما شافته الأغلبية، أنه كيصور واحد طائرة مروحية كتقوم برش مادة أدت إلى إشعال النار بدل إخمادها. كذلك من الغباء استخدام مروحيات على علو منخفض في مناطق النيران، لأن المروحيات شنو الدور ديالها؟ أثناء دوران المروحة كتولد الضغط لتحت تحت منها باش انها تترتفع، وبالتالي هاد دوران المروحات وهاد الدوران هاد الضغط الهوائي اللي غيكون تحت من الطائرة في منطقة مشتعلة شنو غيؤدي؟ يؤدي إلى اشتعال النيران. يعني هذا جزء من الغباء. علاش كنشوفوا بأن الطائرات اللي كتكون متخصصة في إخماد الحرائق تكون عند المحركات فوق الجناح ماشي تحت الجناح وماشي في الخلف، فوق الجناح باش ما تعطيناش واحد الحركة هوائية اللي تؤدي إلى إشعال النار ماشي إلى إخمادها. لكن النظام الجزائري الغباء اللي عطاه الله أنه أوكي المروحيات كطير على علو منخفض ماشي حتى على علو عالي، علو منخفض. يعني هذا شنو هو؟ يعني أنت راك عارف بأن هذيك الريح غادي تؤدي إلى إشعال النار، ماشي ما عارفهاش. هذا نعطيها للدريب مازال تيقرا في الابتدائي غيحللها، ما محتاجاش شي تفكير، ما محتاجاش العلماء. دي نقطة. النقطة الثانية هو أنه الدولة اللي كتظل تسب في المغرب وأنها روجت على أن خطاب العرش هو خطاب استسلام تقبل مساعدات من المغرب، شنو تسمي هذه المساعدات؟ شنو تسميهم، مساعدات ولا منحة استسلام؟ يعني ما عندهمش تفسير شنو يقولوا الجزائريين. بغاو يستسلموا لينا، خضعوا لينا، اعطونا مساعدات. يعني شنو يقولوا في الاخر؟ يقول لهم شكرا للمملكة المغربية ولا يرجعوا للعداء مرة اخرى. يعني هنا فين كتجلى على انك تكون تتعامل بحكمة وبعقلية رزينة في الميدان السياسي، أما الانفعالات ما خدامش في الميدان السياسي. وأن شفنا كثير من الأنظمة الانفعالية انتهت. العراق كان انفعالي، داروا ليه مشكل، شركة أمريكية أعطت للعراق على أنه كاين حفر مائل من داخل الكويت. العراق انفعل، دخل الكويت، خرجته أمريكا، احتلت المنطقة، سيطرت على الخليج العربي كامل وأنهت النظام العراقي. علاش؟ سببه هو انفعال. كذلك النظام الجزائري ما قدرش ياخذ مساعدات من المغرب لانه نظام انفعالي وكيسبق العاطفه على اي حاجه اخرى. من بعد ما يقوم باطفاء باخماد الحرائق شنو يقول الشعب ديالو؟ يقول لهم قررنا نمشيو للمفاوضات مع المغرب. علاش تقول لنا استسلام؟ علاش تقول لنا محمد السادس يستسلم للجزائر من نتايا قبلتي منه قبلتي منه مساعدات؟ يعني يولي اما مضطر الى طاوله المفاوضات يا اما شكرا للمملكه المغربيه، وهذا ما قادرينش هما يتقبلوا. ثاني حاجه هو انه يولي واحد السؤال داخل،
ياك حنا قوة إقليمية، وياك حنا عندنا أقوى جيش في العالم، وياك حنا عندنا أكبر دولة في العالم، رغم أن روسيا أكبر دولة في العالم، ما غيقول لك هما أكبر دولة في العالم، ياك هما أحسن شعب في العالم، ياك هما التاريخ والحضارة، ياك هما قبل آدم. كيفاش ما عندناش طائرة لإخماد الحرائق في حين أن المروك عنده طائرة؟ هذا هو السؤال الذي يثير الرعب داخل الجزائر. كيفاش حنا كنخسروا 890 مليار ديال تسليح، صفقات التسليح، كيفاش ما عندناش طائرة إخماد الحرائق؟ سؤال خطير جدا اللي غيخلي الحراك دوبل. لكن النظام الجزائري قرر أنه ما ياخذش هاد المساعدات باش يستمر في سياسة العداء، وأنه يروج المغالطات داخل الجزائر بواسطة مجموعة من المعطيات غنتطرق لها فيما بعد، باش أنه يستمر فقط في سياسة العداء. هو ما غيربح والو، ولكن هو خصو العداء، خصو يبقى العداء، أنه ما يمكنش يقول لشعبو وخصنا نوحدوا الجبهة الداخلية ضد المغرب، والمغرب قدم لك مساعدة جات منها توحد ضد الجبهة الداخلية، تا مالك أتولي الهضرة بحال هكا؟ كيف جات واحد الجبل المغرب عطاك مساعدات وانت وجه ضد الاعداء الحقيقيين؟ لا، هذه هو الخطاب اللي كيخاف منه الجزائريين، ما يقدوش يتحدثوا عليه. ثاني حاجه هو الجزائريين انهم روجوا مغالطات ضد المغرب اللي غتنعكس عليهم من بعد، كذلك هذه المغالطات هذه ما قادرينش على انهم ياخذوا مساعدات ويقول لك المغاربه ما لقاو ما ياكلوا، أو عندهم طائرات الإقماد الحرائق، احنا ما عندناش. المغاربة عندهم الدين الخارجي، هو راه عندهم طائرات الإقماد الحرائق وحنا ما عندناش. هذا هو السؤال. بالنسبة لقضية تصفية أو تهديد المعارضة بالتصفية من طرف رئيس الجزائر، خطاب رئيس الجزائري اللي تحدث فيه على ان هذوك الابواق اللي خارج التراب الوطني اللي كتعادي الجزائر غادي نتعاملوا معاهم بكل السبل المتاحه والممكنه من اجل اسكات هذه الاصوات. نفس الرئيس اللي كان كيتكلم على انه كان يريد ان يتدخل، نفس الرئيس الذي كان يتكلم على أنه يريد أن يتدخل في تونس لإعادة الديمقراطية، يتحدث عن إعادة الديمقراطية في تونس كأنه يعيش في بلد ديمقراطي. هذا موضوع آخر سنتحدث عنه انطلاقا من مجموعة من المعطيات الأخرى. هو نفسه الذي يهدد المعارضة، وليس يهددها ب القانون، ولكن يهددها بالتصفية والإعدام خارج نطاق القانون. بصيغة أخرى، محاولة لتهديد الأصوات المعارضة من أجل إخراسها. وهذه المحاولة هذه ما شفناهاش أول مرة، فإذا رجعنا لخطاب بالحيمر في مارس الماضي كيتحدث على أننا كنعرفوا هاد الناس فين كاينين، وأنا غادي نتصداو ليهم، أنا غادي نقوموا بكل السبل المتاحة باش أننا نوقفهم عند حد. هذا الخطاب ديال تبون ما هو إلا امتداد الخطاب ديال بلحيمر في مارس الماضي، لكن الغباء ديال هذا النظام هذا فين كيتجلى؟ كيتجلى في كونه أنه كيهدد الناس بالتصفية، وهاد الناس هادو كيهددهم بالتصفية هما عايشين في دول أوروبية اللي عندها مصالح كثيرة في الضغط عليك، وأنها تقدر تستغل أي نقطة باش أنها تحقق مصالحها وأنها تلبي الرغبات ديالها. فهاد التهديد هذا إلى فرنسا مثلا بغات تضغط على الجزائر، ما عليها إلا تصفي واحد من المعارضين، أمير ديزيد، هشام عبود، المتهم الرئيسي هو النظام الجزائري. وهنا الجزائر ستكون محط ابتزاز مرة أخرى. مرحبا،
اجيو انبتزوكم نتوما اللي قتلتو فلان، بغيت كدا وكدا وكدا صافي. مثلا في لندن انه زيطو تتوفى ب موتة عادية، سكتة قلبية، سكتة دماغية، مجموعة من الأمور. التحقيق يقول بأنه عملية اغتيال ستتعرض الجزائر للضغط، يعني على أن هذا النظام الغبي ما كيعرفش يدبر الأمور كما ما كيعرفش يدبر الأولويات. حتى في المسألة ديال المعارضين، ماشي هذا هو الخطاب اللي خصو يتقال. كاين مجموعة من الأمور اللي ممكن على أنها تسلك الدولة الجزائرية لمتابعة هاد الناس هادو في حال اتهامات ومحاولة تشهير، ماشي هي التصفية. يعني حتى إلا عندك مشكل مع شي واحد، ما يمكنش لك على أنك تهددو بأنك غادي تصفيه جسديا، أو أنك غادي تقوم بالاختطاف ديالو. وهنا الجزائر مرة أخرى تتحط في موقف لا تحسد عليه. على ذكر الدين الخارجي، كذلك هذه مجموعة من المغالطات اللي روجها النظام الجزائري للداخل من أجل كما نقوله ضبط الداخل. علاش دابا كيروج على أن المغرب هو عميل للولايات المتحدة الأمريكية، لإسرائيل، لفرنسا، لبريطانيا، لإسبانيا، للولايات المتحدة الأمريكية، لمجموعة من الدول، نظرا لأن هذه الدول هي دول مانحة، وأن الجيش ما قدرش يتخلص حيث نسبة الدين الخارجي طالعة، وبأنه وصلت ل100 مليار ديال الدولار، وأنه هما كيستهدفو نفسهم بلا ما كيحسو. علاش؟ لأن هذا الدين الخارجي توجه إلى مسائل التنمية وأنها كتعود بالنفع على المغرب. فمثلا المغرب حاليا المداخل ديالو مقارنة مع 10 سنين اللي فاتت، على أنه كانت عنده مداخل تقريبا فاتت 70%، 73% على ما أعتقد، 73% هذه كلها مداخل زادت في العشرية. يعني أن هاد الفلوس هذه اللي كان ناخدوها من الاستدانة الخارجية كنستثمروها عندنا في البلاد، وكتدخل علينا مداخل جديدة. وهذا الأمر هذا هو اللي عطينا امتياز آخر يمكنش في الجزائر. الاستهداف، الجزائر كتستهدف نفسها بهاد الهضره هادي، هما ما حاسينش كيستهدفوا الداخل ديالهم. هو انهم حاليا صندوق النقد الدولي كيتحدث على ان خزينه الجزائر بقات فيها 12 مليار ديال الدولار، وان الا بغات تعافى خص برميل النفط يوصل ل 170 دولار، وهذا الشيء اللي ما عمرهم يحلموا به. وبالتالي فاش ينقص عندهم احتياطي العمله، ما عندهمش اقتصاد متنوع، والدوله كتستورد 95% من حاجياتها الغذائيه، وكتصدر 95% او 94% ديال الصادرات ديالها هي كلها غاز ونفط، وحتى المواد المصنعه هي اصلا مستورده ومصنعه داخليا واغلبيتها هي نفط خارجه من مستخلصات النفط. وبالتالي الجزائر ستقوم بالاستدانه الخارجيه. الى روجوا لشعبهم على ان الاستدانه الخارجيه ادت ب السيادة الوطنية للمغرب، فهما نهار يبغيو ياخذوا الكريدي ما غيقبلش لهم الشعب ديالهم، وهنا نقدروا نشوفوا عاوتاني حراك دوبل. هادشي كدير الجزائر وماشي في صالحها، حتى انا الا بغات تتجه للسياحة انها روجت على ان السياحة، كل الدول التي تعتمد السياحة تعتمد مسائل غير اخلاقية، تعتمد 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 انها هاد الهضره هادي تقالت في البرلمان ديالهم، مع لانه ما نقارنوش راسنا بالمغرب، لان المغرب عنده السياحه وحنا كنعرفو 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 كنعرفو، داكشي علاش دار اللقاح، يعني حتى من اللقاحات سيسوها. كذلك نهار يبغيو يدخلوا حتى هما الميدان السياحه، غيبان لهم السياحه بان مسائل غير اخلاقيه، كما دابا كيشوفوا الاستدانه الداخليه الخارجيه هي يمس بالسياده الوطنيه. ويعني هنا من يستهدف الجزائر غير حكامها بالغباء ديالو؟ يعني هنا تنطبق ينطبق المثل ديال يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعله العدو بعدوه. هذا الجهل السياسي والاقتصادي لدى الحكام الجزائر سيؤدي بالبلاد الى ما لا يمكن ان يؤدي بها اي عدو خارجي.
دابا كيروجوا الصهيونية ويروجوا الولايات المتحدة فرنسا وهادي وهادي، كيروجوا على أن إسرائيل عدو، هما كيتبادلوا معاه 9.7 مليار دولار في التجارة، كيروجوا على أن فرنسا لا تريد لهم الخير وهما اللي كيرتميو في أحضانها، وهادشي شفناه في مسألة المساعدات. تقولك الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة لينا الفيسبوك على أساس أن الفيسبوك كيمشي على رجليه وجاي من دولة ما باغاش لينا الخير، رغم أننا عاطيهم سبيطار. يعني شي أمور اللي كتقوم بها الجزائر ما يمكنش لك تلقى ليها مغزى، أو ما يمكنش لك تفهمها على المستوى السياسي. يعني هنا فين كيتجلى واحد الفرق ما بين الحكمة السياسية الملكية وما بين نظام حكام المرادية. شكرا جزيلا على المتابعة، أراكم لاحقا، إلى اللقاء. نتمنى الفيديو يروقكم، واللي عنده أي تساؤل مرجو التواصل معنا عبر الإيميل اللي موجود في صندوق الوصف، وشكرا.